هنتناول فيه بالدراسة الصوت، وده الفصل الأخير في منهجنا هذا العام إن شاء الله. ما هو الصوت؟ ماذا نعرف عن الصوت؟ وماذا نريد أن نتعلم اليوم عن الصوت؟ لو نظرنا للرسم الموضح أمامنا هنجد إن الجرس قبل قرعه كان حوله منطقة هواء ذات ضغط متوسط. طب عند قرع حافة الجرس تهتز حافة الجرس مكونة مناطق ذات ضغط مرتفع، أي أكبر قليلا من المتوسط، وأخرى ذات ضغط منخفض، أي أقل قليلا من الضغط المتوسط، نتيجة الحركة للأمام والخلف أي الاهتزاز، لأن الصوت بينشأ من اهتزاز الأجسام المحدثة له. المساحات الداكنة بتمثل مناطق ضغط مرتفع تسمى تضغطات، المناطق الفاتحة تسمى مناطق الضغط المنخفض أي تخلخلات. مناطق التضاغط أي المنطقة اللي بتتزاحم فيها جزيئات الوسط المادي مع بعضها البعض. التخلخلات المناطق اللي بتتباعد فيها جزيئات الوسط المادي اللي هو هنا الهواء عن بعضها البعض. التصادمات بين جزيئات الهواء تؤدي إلى انتقال تغيرات الضغط بعيدًا عن الجرس في جميع الاتجاهات وصف الصوت. موجة الصوت هي انتقال تغيرات الضغط خلال مادة، لأن الصوت موجة ميكانيكية لا ينتقل إلا خلال الأوساط المادية. عندنا تنتقل موجات الصوت خلال الهواء، لأن المصدر المهتز بينتج تغيرات منتظمة في ضغط الهواء. تتصادم جزيئات الهواء وتنقل تغيرات الضغط بعيدا عن مصدر الصوت. يتذبذب ضغط الهواء حول متوسط الضغط أي ضغط مرتفع أي أكبر قليلا من الضغط المتوسط، ضغط منخفض أي أقل قليلا من الضغط المتوسط. تردد الموجة الصوتية هو عدد اهتزازات قيمة الضغط في الثانية الواحدة. لا ينتقل الصوت في الفراغ، أي لا يسمع رواد الفضاء بعضهم البعض فوق سطح القمر لعدم وجود جزيئات تتصادم وتنقل الموجة. الموجة الصوتية مثل أي موجة لها طول موجي، كما أن لها تردد، لها سرعة انتشار. الطول الموجي هو المسافة بين مركزي ضغط مرتفع أي تضغطين متتاليين أو مركزي ضغط منخفض متتاليين أي مركزي تخلخلين متتاليين. الموجة الصوتية موجة طولية ميكانيكية من النوع الطولي. علم الصوت موجة ميكانيكية طولية، لأن جزيئات الهواء تهتز موازية لاتجاه انتشار الموجة أي في نفس اتجاه انتشار الموجة. يسمع الصوت في جميع الاتجاهات المحيطة بمصدره، لأن الصوت بينتشر في جميع الجهات المحيطة بمصدره، حيث تهتز جزيئات الهواء موازية لاتجاه انتشار الموجة في جميع الاتجاهات على شكل كرة مركزها مصدر الصوت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله.